يا حياك الله يا شكيب، والله ان الله ارسلك لي هديه. الله يحييك يا عقل، بس ما قلت ليش انت من تعرف اسمي؟ انا اصلا مش من هذا القريه، من قريه ثانيه، وشفتك في قريتنا. بس يعني انت من قريه ثانيه وجيت تسمع قلانا. يا اعطينا نكتة يعني قوية يضحكوك الملائكة ولا ما انت؟ يعني الموضوع ان انا تزوجت العاقل حق هذا القرية واصبحت الان انا العاقل، افتهم لك ولا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انت الحين متزوج العاقل واختي الحين عند العاقل. فاتن افهم لك غلط، افهم لك غلط. زوجتي كانت العاقلة هنا في القرية هذه، وانا تزوجتها، فلما تزوجتها انا الان اصبحت انا الملك وانا صاحب السلطان وانا العاقل وكل شيء في يدي. يا جني لا لا، واضح ان كلمتك هي العليا. مني هذه التي جبتني ولك عين تجيبها لعندي وما تستحيش؟ يعني الناس اللي قالوا انه مش كذب. عليه الصلاة والسلام. طيب ايش هو الصح؟ فهمني، خليني على بينة. هيا اتكلم يا عاقلة. بعدين لا سمح الله، لا سمح الله، يعني يعني بعد العقل انا على الدير الاخ واختنا البيت، لا سمح الله، يعني كيف فلت القمري حقي هذا؟ قمري الزمان والمكان. الناس يعني بيجننوني عليش. الله يدي لي شرعي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. انت هذا يدخل في الضيفه حقك. ادخل الضيفه. يا ملكه الزمان تفضل تفضل الضيفه حقك.